مشاهدينا بنرحب بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو أمراض العمود الفقري والغضروف. يمكن الموضوع انتشر جدا الفترة اللي فاتت وبقينا نلاقي ناس كتير قوي بتشتكي منه. طيب إيه اللي ممكن يسبب ضرر لينا عشان نقدر نتجنبه، وإيه كمان اللي يخلينا نتأكد إذا كان ده غضروف أو ده رباط صليبي أو ده وجع عادي وهيمر، حبة برد حبة حاجة، كل ده هنعرفه النهاردة في فقرتنا. وهنستقبل طبعا مشاركات حضراتكم لو حد عنده اي استفسار. بنرحب بالدكتور مجدي جمال اللي منورنا طبعا النهارده، استاذ جراحه العمود الفقري. صباح الورد يا فندم. يا صباح الورد. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. وفي البدايه عايزين نعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي للانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي، الاول احنا نعرف الغضروف. الغضروف ده عباره عن ماده يعني بتبقى بين العظم في الفقرات. عارفه العمود الفقري عباره عن فقرات، وبين كل فقره والتانيه في الغضروف ده. الغضروف وظيفته انه بيحرك الفقرات، يعني هو المسؤول عن حركه العمود الفقري، وفي نفس الوقت بيحمي الاعصاب اللي ماشيه وراه بمنتهى البساطه. فالحركه دي ليها ليميتس معينه. واللي بيحرك العمود الفقري العضلات. يبقى انا لو عندي عضلات قويه ماسكه العمود الفقري مظبوط، بتتحرك في الرينج المطلوب ومواظب على الرياضه، صعب يحصل اصابات. تبدا الاصابه تحصل امتى؟ الغضروف ده يحصل فيه انزلاق، او يعني ينفجر او يتقطع ويخرج منه الماده اللي جواه. العضلات تبقى ضعيفه، دي اول حاجه. ما فيش رياضه وعاد كتير بتاعنا، ركوب العربيه فترات طويله، فتبدا العضلات تسيب العمود الفقري، ما يبقاش ممسوك كويس، مش محكوم كويس. فمع الحركه العاديه بتاعتك او الشيل البسيط اللي بتعمليه يوميا مش يعني محمي. اوكي. فيبدا حركه في اثنين في ثلاثه، يبدا يحصل زي قطع بسيط في الغضروف. يبدا القطع ده يزيد مع الوقت، مع الاعاد، مع السواقه، مع شيل الحاجات الخفيفه، حتى الخفيفه مش لازم تكون حاجه تقيله. وتبدا الماده الداخليه اللي هي مثلا هي ماده زي ماده جيلاتينيه، هي ماده جيلاتينيه جوه الغضروف وحواليها ماده تانية قويه قوي، فهي محكومه جواها بحيث انها تبقى تحت تنشن على طول. هل يا دكتور الماده دي بتعاد حقنها؟ يعني هل لو حد حصل له كده ما يقدرش يحقن الماده دي؟ لا، ما يقدرش كده. ولازم يحافظ. لانها لو حصل قطع في الغشاء الخارجي بتاعها، الماده الداخليه بتخرج لبره. وده اللي بيسمي بقى الانزلاق الغضروفي وضغط على العصب والكلام اللي احنا بنسمعه ده. هل في نوع معين من الاغذيه بيكون مسؤول عن تكوين هذه الماده؟ لا، الاكل العادي بتاعنا يعني مش حاجه محدده بتفيد الغضروف. لا. دكتور، غضروف الركبه غير غضروف الرقبه غير غضروف الظهر، هل في اختلافات بينهم ولا هو كله واحد؟ لا، والاصابات لا دي حاجه ودي حاجه. غضروف الركبه ده بنسميه الغضروف الهلالي، ده حاجه مختلفه. هو بين العظمتين بتوع الركبه، عظمه الفخذ وعظمه الساق، هو وظيفته ان هو بيحكم الحركه برضو، يعني نفس الوظيفه تبقى بيحكم الحركه بين العظمه دي والعظمه دي. وده بيصاب في الرياضه، اللاعب يعني كره القدم، واحد يتلوي لويه جامده يقع على السلم، حاجه عاوزه اصابه فيها تويستنج للركبه فبيتقطع. وده بعد كده تلاحظي ان المريض اللي بيحصل له الاصابه دي يقول لك انا ركبتي بتعلق، يعني اجي اتنيها اجي افردها ما اقدرش افردها للاخر. فدي احنا بنجرب بس يا جماعه، بنشيك على نفسنا. لكن غضروف الركبه ده مختلف عن غضروف العمود الفقري خالص. وغضروف نكمل برضو غضروف الرقبه، لان يعني الطبيعي برضو يا دكتور، او مش الطبيعي طبعا، بس احنا كشعب نحب دايما اي شكوى تجينا في اي حاجه فيها مفاصل على طول الرد بيبقى علينا ايه؟ ده الغضروف عندك فيه مشكله، دي فقرات ظهرك فيها مشكله. لا، هي بقت حاجه بتخوف الناس كتير قوي، والموضوع مش مخيف قوي كده. يعني هقول لك على حاجه، لو اخذنا 100 شخص مش مريض ما عندهمش اي الام في العمود الفقري، وعملنا لهم اشعه رنين مغناطيسي، انت متخيله كم واحد من 100 هيطلع عنده في شكل الاشعه غضروف تعبان؟ حضرتك قول لنا. 30. 30%. فيعني 30% من الناس العاديه لو عملت لهم اشعه رنين هتلاقي مشكله في غضروف، الميه اللي فيه قليله حبتين. فما ينفعش نقعد نقول غضروف، فالناس قاعده مرعوبه. حضرتك منه. شايف ان ال 30% دي يعني ما معنى كلامك؟ دي نسبه قليله ولا كتيره؟ لا، دي كبيره جدا. كتيره. بمعنى انا لازم اربط شكوه المريض بالفعل بحاجه في الرنين المغناطيسي اللي احنا بنعمله على طول، اقول لا ده فعلا الغضروف ده يؤدي الى المشكله دي. هل في حقن بتتاخد كل 6 شهور للغضاريف؟ لا لا. لا، يعني دي مش في حاجه اسمها حقن اسمنتيه او حاجه زي كده؟ ده مش في الغضروف، ده بيحصل بنحقن اسمنت لما يكون في اصابه في فقره من الفقرات في العظم، في هشاشه العظام، لما يكون حد كبير في السن وبيتكسر
قدرته على الالتئام أضعف من الصغير. أكيد. فالعظم بيلحمش بسهولة زي الصغيرين، فيفضل شهر في اتنين والعظم مش قادر. فإحنا عايزين نلحم. بالظبط كده. هو مش قادر يمشي، بيصرخ من الوجع، فبنحقن جوه الفقرة من غير يعني مش عملية، هي عن طريق الجلد، بإبرة بتخش عن طريق الجلد بتخش جوه الفقرة، بيتحقن جوه الفقرة أسمنت طبي. مدى خطورتها إيه يا دكتور؟ مش 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 خطيرة يعني، بتعمل كتير جدا. أخطر حاجة فيها إن الأسمنت ممكن يحصل له ليكينج أو يتسرب في حتة تاني، يخرج جنب الأعصاب، بس أنت بتعملي كنترول بجهاز أشعة في كذا منظر. ف طب لو لا قدر الله حصل وخرج بيحصل إيه؟ لا أنت لازم تكوني في، دي نادرا ما تحصل، ولكن العيان بيكون في أوضة العمليات وجاهز إنه لا قدر الله حصل حاجة زي كده بسرعة يتفتح على طول. في حالة الأسمنت زي يتشال على طول. في حالة إصابة المريض أو إصابة الشخص بمرض الغضروف، هل يقدر يلعب رياضة ولا بيبقى it's too late بقى خلاص؟ لا مين قال؟ بالعكس. بالعكس. يعني الناس متخيلة إن اللي جاله انزلاق غضروفي ده خلاص، لا. لا هنرجع للأول. أصل المشكلة إيه؟ لأن ما كانش في رياضة أصلاً. بالظبط كده. هو إيه اللي اللي جاب له انزلاق غضروف؟ هو راجل مولود سليم وكبر سليم وكل حاجة. إيه نوعية الرياضة اللي ممكن تتلعب في البيت وتكون مفيدة للغضروف؟ يكفي تمشي نص ساعة في اليوم. يعني المشي. بقول لك بداية الموضوع. مشي لو واظب على المشي سريع، مشي سريع. لأن في ناس يقول لك أنا همشي أتمشى في المول. في فرق كبير جدا بين مشي المولات الشوبينج وفي بين المشي المشي بتاع الرياضه. لازم تكون ماشيه منتظمه وسريعه. طب. يعني بمعنى ان هو يفضل ماشي لا يمين بقى ولا شمال، صح، وماشيه خطوه سريعه. بالظبط. طب يعني لو تمرينات في البيت زي اكسرسايزز كده خفيفه اللي هو تسخين وبعد كده ستريتشنجز، هل ده بيفيد الغضروف؟ طبعا. اللي هي زي اليوجا زي الحاجات دي مفيده للغضروف. الاسترتشات دي مهمه جدا. وتقويه عضلات البطن على فكره اهم من عضلات الظهر في الاول. وبعد كده تقويه عضلات الظهر. من الحاجات المهمه لو سهله السباحه. دي بتعمل ستريتشنج حلو للجسم طبعا. ممتاز. دكتور احنا بنستاذن حضرتك ناخد استاذه حسن. صباح الورد عليك. صباح الفل. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كنت عايز اسال الدكتور بس عندي مشكلتين. مع حضرتك، اتفضل. حضرتك عندي مشكلة في ايدي ومشكلة في ظهري الاثنين. اتفضل. ماشي. المشكلة بتاعت ايدي الأول، ايدي الاثنين حضرتك عند مفصل الصبع الكبير. حضرتك سعادتك؟ أيوة. صبعين في ايدي الاثنين شمال ويمين. فيهم ألم شديد جدا وما أقدرش لما أقدر أقفل زرار أمسك قلم كده يعني. كانت الأول بسيطة وبدأت تزيد معايا. كنت رحت للدكتور من سنتين حقني في إيه في المكانين دول ثلاث مرات في ثلاث أسابيع. في كل كف حقنة. فسالت حضرتك ده كورتيزون؟ قال لي لا ده سائل بنملى بيه الغضروف عشان عندك خشونه والتهاب مزمن في المفصلين بتاع الطبع الكبير. بعد الحقن دي زادت معايا الالم بشكل غير عادي. يعني الالم معايا بقى رهيب، ورحت للدكاتره كتير وعملت اشعاعات ديجيتال وكله ما فيش حاجه، اعمل اشعاعات وقول له ما فيش حاجه، يعني انت عندك التهاب مزمن في المفصلين. فهل الحقن دي اثرت فعلا زودت عندي المشكله مثلا واعمل فيها ايه؟ دي اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، عندي في العمود الفقري تحت اخر فقرتين تحت بتتقل رجلي الشمال، يعني بيجي لي الم يخليني عاوز اقعد، اول ما اقعد تفك الازمه عندي واقوم امشي عادي. ابقى ماشي او بعمل اي مجهود مره واحده تقف كده، لازم اقعد، اول ما اقعد تروح العمليه واقوم امشي عادي مفيش مشكله. بس دلوقتي بقى لي مده مأثره على رجلي الشمال، بحس رجلي الشمال بتنمل بتتقل كده. يعني الوجع بتاع رجلك الشمال بيزيد لما تمشي مشوار؟ لا، لما هو فجاه مع اي مجهود اعمله يزيد مع المجهود بس. طب ولما تصحى من النوم الصبح، اول ما تصحى من النوم الصبح تصحى ظهرك سليم ولا ظهرك حاسس انه متيبس ومش قادر تقوم السرير؟ لا، اول ما اقوم النوم بيبقى شويه ماسك وبعد كده فوق. بعد خمس دقائق يتحسن شويه. تمام كده. تمام، خلص. طيب تابعنا يا استاذ حسن والدكتور هيرد على حضرتك حالا. طيب، من الحاجات المميزه قوي لخشونه المفاصل في العمود الفقري ان الواحد يصحى الصبح يحس انه مش قادر يقوم السرير، انه خشن كده او متيبس، يقوم بالعافيه يبدا يتسند، تلاقيه يقوم يتسند على رجله، يتسند على حاجه، بعد خمس دقائق عشر دقائق يبدا المفصل يلين، لان هو نايم ست ساعات ثمان ساعات المفصل ثابت في مكانه. والغضروف اللي هو ما بين ده، غير الغضروف في العمود الفقري، الغضروف ده بتاع المفصل بيبقى متيبس، المفاصل لازقه في بعضها شويه، مع الحركه يبدا المفصل يلين، مع الحركه يبدا يفك ويتحرك، ده برضه بيبدا بضعف العضلات اللي ما بتحرك المفصل بطريقه غير سويه سليمة. غير سليمه، فبيبدا المفصل يتاكل. دي اول خطوه في الاصابه. لو اتعالج وبدا يعمل رياضه وعلاج طبيعي خلاص خلصنا من الموضوع ده. طب لو كمل وسابه كده يبدا يدخل على الغضروف اللي هو المرحله اللي بعدها. فالغضروف ده بيبدا يبرز لانه برده متعرض لحركه مش مظبوطه من العضله نفسها. اوكي.
فيبدأ يبرز منه جزء. لو برز منه جزء يضغط على عصب الرجل، لأن الأعصاب بتاعت رجلنا كلها بادية من عمود الفقري، فيبدأ يشتكي من موضوع أنه مع المجهود والأعاد يبدأ الغضروف يبرز حتة ويدوس على رجله الشمال، فيبدأ يسمع في رجله الشمال. طيب دكتور، هسأل حضرتك، هل خشونة الركبة هي الغضروف؟ لا، خشونة الركبة دي معناها أن الغضروف بتاع الركبة اللي هو بيغطي العظم ده بدأ يتآكل. الغضروف بقى موجود بين العظمتين، يعني فاهم قصدي؟ فبيتاكل هو كمان معاه. يعني الخشونة أصعب من الغضروف. الخشونة بتاخد الغضروف معاها كمان. وممكن تبدأ بسبب إصابة الغضروف، لأن الغضروف هو اللي بيخلي الحركة من عظمة دي للعظمة دي متوازن على السيرفس بتاع المفصل كله. فلو حصل فيه إصابات يبدأ اللودينج أو التحميل يتغير. ده يؤدي إلى خشونة. والخشونه تزيد تبدا تاثر في الغضروف نفسه اللي هو في النص وهكذا. طيب هنستاذن حضرتك في مداخله هاتفيه من استاذه نجلاء. استاذه نجلاء، صباح الورد. صباح الخير. اهلا بيكي، اتفضلي. اشكرك يا فندم، صباح الخير يا دكتور. صباح النور ازيك يا نجلاء. استاذه حضرتك، عندي ابني عنده 20 سنه وبقاله كذا سنه دلوقتي بيشتكي من ظهره من الفقرات. رحت لكذا دكتور بس كل اجمع ان في المفروض ان العمود الفقري يبقى فيه زي سي شيب كده، ولكن هو عنده ستريت. فده قالوا له ان ده بيعمل زي ان يعني التهاب في اواخر العمود الفقري، هو ده اللي بيخليه دايما تعبان. عملت اشعه كذا مره وما فيش الحمد لله اللي هو يعني حاجه في الفقرات ما بين فقرات، بس ما زال الالم ده مستمر عنده all the time. وبعد كده برضو في دكتور قال احتمال يكون وقع وفي زي شرخ، وطبعا ما بيبقاش شرخ ولكن يعني حاجة similar للشرخ ده. فما فيش حاجة بتنفع معي، بيدوله مضادات للالتهاب وكلام من ده بس ما فيش حاجة بتنفع معي، الألم بيفضل مستمر. طيب هو بيلعب رياضة ولا ما بيلعبش رياضة؟ لا، ده هو وقف رياضة بسبب الكلام، بسبب وجع. لكن هو كان بيلعب رياضة يعني وقت طويل؟ لا، بيلعب رياضة عادي، كان بيلعب تنس. أيوة. لفترة بس مش بضغط كتير، يعني مش بوقت كتير، وبعد كده الجيم وبعدها وقف بقى، من بعد الجيم وقف. طيب انا هقول لك على حاجة بقى انا شايفها في ناس كتير قوي، السن ده مش طبيعي ان الاقي واحد عنده 20 سنة و18 سنة و15 سنة بيشتكي من ظهره، مفيش حاجة كده. الموضوع بقى الخطير حكاية التليفونات والتابلتس والكلام اللي الناس كلها ماسكاه طول النهار، كله بيعمل شاتنج، كله بيكتب، وكله مشكله، كله قاعد كده. لو خدت ايه الحل الامثل يا دكتور للقعده؟ لان في ناس ده شغلها متزحلق في الكرسي كده، صح، وقاعد يكتب بظهره معوج. يعني حته السيل مدام نجلاء قالتها دي معناها ايه؟ العمود الفقري اصلا ما هوش ستريت كده، لا هو في كيرفت في الرقبه، في كيرف سي زي ما هي قالت، وعكس تاني في الفقرات الصدرية، والعكس تالت في الفقرات القطنية. فهو الكيرفات دي بتشتغل زي سوستة، لو أنا عندي حاجة كيرفد بتتحرك كده. نفس الموضوع تاني، لما تبدأ العضلات من قلة الحركة والأعاد الغلط، ده سوء استعمال. تبدأ العضلات اللي ما عاملة تنشن في العمود الفقري ومسكاه وعاملة السي شيب ده تبدأ تسيب. فلما أكون حاجة فيها سي وأنا ماسكها كده وأبدأ أسيبها هتتفرد. وانس اتفردت بقت الميكانكس او التحميل على العمود الفقري خلاص ما عادش زي الطبيعي. فابدا احمل على مفصل، احمل على غضروف، احمل غلط، يبدا العين يشتكي من وجع 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 في الاول، ويقعد ياخد مسكنات والموضوع بيزيد. الخطوره في الموضوع المسكنات بقى، هي بتسكن من غير ما تعالج. بالظبط، والاخطر من كده هي بتروح فين؟ عكلة. طيب دكتور سريعا ممكن نجاوب بس على استاذ حسن كان سال على مفاصل الصوابع سريعا، عشان المفاصل دي ليها اسباب كتير قوي. في نوع من التهاب المفاصل بيجي نتيجه حاجه زي الامراض الروماتيزميه زي الروماتويد وما شكل الروماتويد، انا ما اعرفش هو عمل هذه التحليلات ولا يطمن. وفي نوع بيجي خشونه عاديه جدا في المفاصل، لان ده المفصل اكتر مفصل شغال في الجسم هو او في الايد، هو ده يعني ده المفصل الاساسي، ده هو اللي بيحرك. فحضرتك بتنصحه برضو ان هو يعمل الاشعات والتحاليل الخاصه؟ لازم يعمل اشعات هيتاكد ان مفيش مرض روماتيزمي. والحاجه الثانيه حكايه حقن الكورتيزون الكتير ده مش حاجه ظريفه. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مجدي جمال استاذ جراحه العمود الفقري. صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 9 ل 11. صباح الورد. صباح الفل عليك يا مها. صباح الورد عليك يا سمر. صباح الورد عليكم، منتظرينكم بكره في نفس الميعاد.